ألمانيا تسمح بتدخين الحشيش في قانون يعد من التشريعات الأكثر ليبرالية في أوروبا. القانون يسمح بتشريع استخدام الحشيش لغايات الترفيه ولمن هم في سن 18 عاماً وما فوق، بجانب حيازة ما يصل إلى 25 جراماً من نبات القنب. لتنضم بذلك ألمانيا إلى مالطا ولوكسمبورغ اللتان شرعتا استخدام الحشيش لغايات الترفيه عامي 2021 و2023. وبالطبع يثير القانون انتقادات من قبل المعارضة ونقابات الشرطة والقضاء، ووزير الصحة الألماني يسعى إلى إطلاق حملة توعية وتثقيف للشباب حول مخاطر الحشيش على الدماغ خاصة خلال فترة النمو.